هي مجهده، لانك انت في اليوم بيطلع اوردر وانتوا كنتوا معانا في اللوكيشن، وجت وشوشه كانت معانا في اللوكيشن. مجهد ان يبقى الفنان عنده 19 20 مشهد، مشاهد طويله، مشاهد فيها دراما، مشاهد صعبه، عدد ساعات مش 12 ساعه، لا انت بتشتغلي بال 15 وال 17 ساعه. مسلسل بتقعدي من شهر 12 لغايه شهر 6 بتصوري، يمكن بيجي لك بعديه مسلسل رمضان بعديها بشهرين ثلاثه بتخلصيه وانت لسه بتصوري ده. لكن عمل لما يبقى ناجح والعناصر كلها مكتمله فيه، وفي منتج محترم زي الاستاذ محمد فوزي، ونجوم محترمه زي مدام وفاء عامر واستاذ نضال الشافعي وفنانين كتير، ده يخليني مخرج انا اشتغلت معاه هادي ولطيف، ومدير التصوير يعني تامر جوزيف واستاذ محمد حمدي اصلا كمان المخرج مدير التصوير، فعني حلوه بتحب تشوف كل حاجه حلوه. ففي اللوكيشن جميل وهادي ولطيف، فيخليني كمان استاذ حسام موسى شجعني على الجزء الثاني اكتر، يعني كتب ميرفت كمان وعمل مفاجآت بميرفت، وانا شخصيه ميرفت دي بالنسبه لي تحدي، بعد دلع بنات نوال انا لازم اعمل الراقصه بشكل ثاني وبطعم ثاني. فبالنسبه لي انا شطرنج على قد ما هو متعب، لكن اكيد الحاجه اللي بتتعبك وانت بتخلصي فيها وبتشتغلي اكيد بتديكي برضو، يعني اكيد بتديكي حاجه كويسه في الاول. لا مش عامله تاني في مسلسلات تانية. يعني انا الجاد فاذر بتاعي استاذ محمد النقلي اعتذرت عن 60 حلقه، وكان نفسي ابقى مع ايمان العاصي وكوكبه كبيره جدا استاذ محمد رياض، لكن ما قدرتش او ما لقيتش نفسي في الدور. ف وانا ضد ال 60 زي ما قلت لك واتكلمنا قبل كده، فحبيت بجد ابقى موجوده في شطرنج لان بيتي، هكمل في بيتي تاني. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org